هيا يا أطفال وهيا نمتعكم. أهلا يا أطفال، حصتكم مع عمو يزيد تجيكم هذا الأسبوع بمناسبة اليوم العالمي للرياضة النسوية. لازم ديروا الرياضة في المدرسة وديروا الرياضة مع الأهل وديروا، لأنه الرياضة تعطي الرشاقة. والشاطر يعطينا الحل، حكايات فيها عبرة حكمة. اليوم جيت نحكي لكم عن حياة شهيد شايبي الأخضر. يا أطفال، عمو يزيد جاب لكم أغنية تقول فيها الكسلان الكسلان رزقه محدود. انتم مش كسلانين يا أخي؟ لا لا، يلا. الكسلان الكسلان رزقه محدود، يطلب رزقه في الأوان، هو نايم ممدود. إلا حبيتوا نتصلوا بكم كما اتصلنا بهذا الأطفال باش يجوا يحضروا معنا في الحصة، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار ملاحظات وآراء، يبعثونا رسائلهم، عمو يزيد يقراهم. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام. قال لها محلاه نومي ليلا ونهار، قالت لا يا ابني لا لا، رزقك في الإبكار. الكسلان الكسلان رزقه محدود، يطلب رزقه في الأوان، هو نايم ممدود. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدوها.